ايه سلامات يا حلوات، اليوم الدرس تبعنا جرامر، عفوا هنحكي عن subjects and verbs. subjects and verbs كتير مهم. الجملة لازم نعرف شو هو subject، لازم نعرف شو هو verbs. الverb سهل، اللي هو يأكل يشرب ينام، او ممكن يكون فعل مساعد auxiliary verb. الـ subject اللي هو موضوع الجملة، إذا كان في فعل بالجملة الـ subject هو بيكون الفاعل، ما يقابله الفاعل باللغة العربية. I want to go to the USA، أنا أريد أن أذهب إلى الولايات المتحدة. I هي الـ subject، أنا الفاعل، want هو الفعل أريد، والباقي تتمت الجملة. فلما بكون عندي فعل، الفاعل هو الـ subject. We will visit my family and drive to the mountains. سنزور نحن، سنزور عائلتي ونقود إلى الجبال. ما بيهم الزمن، لاحظوا أول جملة هي بالسيمبل بريزنت، بالمضارع البسيط. الجملة هاي بالفيوتشر، بالمستقبل. ما بيهم الزمن تبع الجملة، المهم إنه شو هو السبجكت. ويل فيزيت هي الويل، سوف، فيزيت هو الفعل. معناتها we، نحن الـ subject، نحن سنقوم بهذا الفعل. نحن سنذهب ونزور عائلتي وسوف نقود إلى الجبال. معناتها لما يكون عندي جملة فيها فعل، الفاعل هو الـ subject. تمام؟ الجملة إذا فيها فعل مساعد، أوكي، اللي هي الجملة الإسمية بالعربي، مثل ما حكينا باللغة العربية، هذا الفرق الكبير بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية. اللغة العربية في جملة اسمية، My car is dirty، سيارتي قذرة، جملة اسمية ما فيها فعل. اللغة الإنجليزية ما بصير، لازم يكون يا فعل يا فعل مساعد. ما بقدر أقول My car email، My car dirty، غلط. My car is dirty. لازم يكون في فعل مساعد، اللي هون verb to be. My car is dirty، سيارتي قذرة. ضلت نفس الترجمة بس لازم نحط verb to be. My car is dirty، معناتها is هو الفعل المساعد، وماي كار هي السبجكت. تمام؟ نجي للمثال الثاني. مكسيكو is a big country، المكسيك بلد كبير. الاز هو الفعل المساعد، ومكسيكو هي السبجكت، هي موضوع الجملة. What is the sentence about؟ It's about Mexico. And the subject of the sentence is Mexico. تمام؟ نجي للأمثلة. لاحظوا من عادة بشكل عام، ليست القاعدة يعني، بشكل عام نبلش بالسبجكت، بعد منا بيجي الفيرب أو auxiliary verb، بعد منا تتميت الجملة. السبجكت هون عندي يا noun اسم، the dog الكلب، the dog bites the boy، the dog bites the boy. The dog هو subject، bites هو الفعل، the boy هو تتميت الجملة اللي هي المفعول به، معناتها هون the boy. بس على كل الأحوال ما بهمني هلا تتميت الجملة، بهمني شو هو subject وشو هو الverb. I أنا، الضمير أنا، need
أحتاج فعل more money، أنا بحاجة إلى المزيد من الأموال. The bathroom، الباثروم، the bathroom، الحمام. Is، عندي auxiliary verb، too dirty، الحمام كتير وسخ. Bill borrows pens every day. Bill، واحد اسمه Bill، borrows بيستعير pens every day، أقلام كل يوم. Tennis is my favorite sport. Tennis، لعبة التنس، هي الهواية المفضلة تبعي. Tennis is my favorite sport. معناتها هون subject هو اسم، وإجمالا بنبلش بالجملة بالsubject. أحيانا السبجكت لا مو اسم، هو شكل تاني. هذا الشكل هو بياخد الفعل منضيف له ing اللي هو اشتقاق جمالا، مثل عندي الفعل listen يستمع أو استمع، ضفنا له ing صار listening الاستماع. الاستماع إلى الموسيقى to music. So listening to music is my hobby. Listening to music is my hobby. الاستماع إلى الموسيقى هي هوايتي. لاحظوا هون حطيت لكم التي بالأحمر لأنه هون تكتب ولا تلفظ listen، ما بقول listen، listen. التي تكتب ولا تلفظ، بسموها تي ساكني، تمام؟ Listening to music is my hobby. معناتها listening to music كلها هاي هي subject. Listening to music هو subject. هلا إذا قمت listening to music، listening is my hobby، الاستماع هو هوايتي، شملة مو ظابطة، مو واضحة. استماع شو؟ استماع إلى الموسيقى، تمام؟ عشان هيك بدي أوضح listening to music is my hobby. إذا ما حطيت الكمالة الجملة ما لا معنى، يعني ناقصة. play، فعل play، playing with fireworks is dangerous. لعب play يلعب، playing صارت اللعب بالألعاب النارية، is dangerous خطير. إذا قمت playing، إذا قمت with fireworks، playing is dangerous، اللعب خطر. شوف خطر ما يعني ما لأي معنى، فلازم وضح playing شو بشكل عام. خليني بس ارجع. Playing with fireworks is dangerous، اللعب بالألعاب النارية هو خطير. Eat، يأكل. Eating fruit is healthy، أكل الفواكه أو تناول الفاكهة صحي. تناول الفاكهة، خلينا نقيم الفروت. Eating is healthy، eating is healthy، الأكل هو الأكل صحي. ما الجملة غير صحيحة أو غير واضحة، بدي أوضح. Eating fruit is healthy، eating vegetables is healthy. لاحظوا هون هدول كلهم مفرد. Listening to music is مفرد، مفرد. Practicing English، فعل practice يمارس.
حطينا له ing صارت ممارسة اللغة الإنجليزية. helps me get good grades، يساعدني بحصول على درجات جيدة. لاحظوا هون الاس لأنه الشخص ثالث. it helps me get good grades، يعني مثل إذا قلت هوني أنا it، يعني هاي بالضبط practicing English، فيني استعيد عنها ب it helps me get good grades، كأني قلت it helps me get good grades. تمام؟ practicing English مفرد. writing homework is boring، writing homework is boring. كتابة الواجبات المنزلية هو ممل. لاحظوا هون listening to music هو مفرد، الاستماع إلى الموسيقى هاي اللي بدي أحكي لكم إياها. طبعا هدول practicing English هدول كلياتهم subject، بعد منه الverb، بعد منه تتمة الجملة. نجي لما بيكون الفعل نهايته اي، هيك شغله كتير مهمه بشان الكتابه وبشان اللفظ كمان. رايت نهايته اي، بقيم الاي وبضيف الاي ان جي بصير رايتينج. براكتس نهايته اي، بقيم الاي وبضيف الاي ان جي براكتسينج. نجي لهايد، هايدينج. هذا الخطأ كتير شائع وبسمعه كتير، بيقولوا هيدينج. لا، هايد ايميل اي تبع، كيف بنلفظ هون؟ صارت شورت اي، هيد تنال اي ان جي هيدينج، بس هذا غلط. الفعل هو هايد في الاي، هاي امناها حطينا الاي ان جي بتضل اللفظ نفسه هايد هايدينج، ما بغير اللفظ، ما بقول هيدينج. تمام؟ ليه؟ لانه هون في اي، والاي امتى؟ فدائما وقت بضيف الاي ان جي بتكون تنتبهوا، اذا الفعل اصله في اي ما بغير اللفظ. هايد هايدينج، بايت بايتينج. إذا قمت الإي هون هاد بايت صارت بيت، بيتينج غلط، ما فيني أقول هيك. الفعل هو بايت، يعد بقلبه إي، بايت لونج آي بايت. لما قمت وضفت الآي إن جي ضل اللفظ نفسه بايتينج، اوكي ما بغير اللفظ، لاني بعرف انه كان في اي وامتى للاي وضفت الاي ان جي. فما فيني اقول هون بيتينج هيدينج، لا غلط. بايتينج هايدينج براكتسينج رايتينج، الفعل نفسه بس بضيف له الاي ان جي. رايت رايتينج، براكتس براكتسينج، هايد هايدينج، bite biting. تمام؟ هذا خطأ كتير شائع وبسمعه كتير، بتكون تنتبهوا لما منضيف للفعل ing بصير germ. شلون بيضل بحافظ على اللفظ لو امت الاي؟ انا بعرف انه في اي هون بالاصل كانت وامتى، بس اللفظ ضل كأنه موجودة الاي. biting. اوكي، هاي شغلة كتير مهمة. نجي للهومورك. أول شق من الهومورك هو read each sentence circle the subject. circle the subject يعني ضعي دائرة حوالين السبجكت. underline the verb يعني حطي خط تحت الفعل أو auxiliary verb أو الفعل المساعد. إذا ما فيك تحطي دائرة وتحطي خط، حاولي تعملي بهالأسلوب هذا. نجي لأول جملة. Jack reads a book every day، معناتها بحط
على جاك دائرة، وريت هو الفعل، حط تحته خط. جاك reads a book every day. Subject هو جاك والverb هو read. فيكي تكتبي بهالأسلوب يكون هذا الجواب. جاك subject جاك الverb read. أو بتكتبي شبلي بتحطي دائرة حوالين جاك بتحطي خط تحت read. My grandparents agree with my parents. أجدادي يتفقون مع والدي. مين السبجكت ومين الفيرب؟ شو هو السبجكت وشو هو الفيرب؟ ليندا and لوري practice piano every afternoon. ليندا ولوري يمارسان البيانو بعد ظهر في اليوم. Listening to music helps me go to sleep. الاستماع إلى الموسيقى يساعدني على النوم. بدك تعرفي شو subject، بدك تعرفي شو verb. Playing tennis is Joe's hobby. لعب التنس هو Joe's hobby. هواية جو. Wendy draws pictures in her sketchbook. ويندي ترسم صور في دفتر الرسم sketch book. Pat walks to the convenience store to buy instant noodles. غمقت الconvenience store لأنه احتمال تكون كلمة جديدة عليكم. Convenience store ما هو الجواب طبعا بالsubject ولا الverb، بس انه هو متجر، خليني اقيمه عشان ما اخربطكم. convenience store يعني متجر، متجر صغير، هاي المتاجر الصغيرة اللي بتكون موجودة بتفوتي بتنطي بتجيبي الغرض وبتطلعي. اوكي بسموها convenience store. to buy instant noodles، noodles نوع من المعكرونة. لما بتشوفي instant noodles معناتها سريعة التحضير. اوكي يمكن هدول هاي الجمله فيها instant noodles معناتها سريعه التحضير، بس يمكن تحطيها بالميكرويف 5 دقائق وفيك تاكليها سريعه التحضير. فلما بتشوفي instant وشغله للاكل معناتها بتعرفي انه هو سريعه التحضير. convenience يعني شيء مريح، شيء للتسهيل. اوكي للتسهيل لراحتك فبسموه convenience store. تمام، بس هون بدي اعرف انا المطلوب، اعرف شو subject شو الverb. Jamie thinks history books are interesting. جيمي بتعتقد انه الكتب التاريخ مثيرة للاهتمام. Can I borrow your English book please؟ هاي انتبهوا لها. اوكي Can I borrow؟ هون سؤال مو جملة، معناتها ما منبلش بالسبجكت. تمام؟ بالسؤال ما منبلش بالسبجكت. هل يمكنني استعارة كتابك الإنجليزي من فضلك؟ من فضلك؟ Can I borrow your English book please؟ لاحظوا الجمل الباقية كلياتها بتبلش بالسبجكت مثل ما حكينا، بس هون السؤال ما بيبلش بالسبجكت، فهون بدي أعرف شو هو السبجكت وشو هو الverb. تمام؟ جو said a funny joke in school today. جو قال اليوم نكتة مضحكة بالمدرسة. لاحظوا هون الزمن صارنا بالماضي مثل ما حكينا، ما بيهم الزمن، بهم أعرف شو هو السبجكت وشو هو الفيرب، إذا الفيرب بالماضي ولا الفيرب بالحاضر أو بالمستقبل ما بهم، المهم أعرف أنا ميز شو هو السبجكت وشو هو الفعل. نجي للشق الثاني اللي هو write a subject and a verb in the blanks to complete each sentence.
تكون تكتبوا subject، تكتبوا verb وتكملوا الجملة مثل ما أنا كاتبتها. فأنتوا هون بتكون تكتبوا جملة لها معنى. every morning شو بتعملي every morning، أو شو فلان بيعمل every morning، أو نوع أشخاص أو أي حدا every morning. تمام؟ a big country very dirty tired so please be quiet. okay، بدها تكون الجملة لها معنى. شو بدي أحط أنا هون subject، شو بدي أحط verb، بعد منها tired متعب so please be quiet. So please كن هادئ. Be quiet. ما يطلع صوتك. In the park يعني في الحديقة العامة. هلا هون الشق الثالث اللي هو write a subject verb plus ing to complete the sentences below. هم دياكم تكتبوا subject بس بأسلوب الverb plus ing. طبعا مثلا اذا كتبت listening listening ما بكفي. listening what is my hobby غير موزات. listening to music، listening to radio، listening فبدي كمل. اوكي، ف تختاروا الفعل، تختاروا تضيف له ing بس لازم يكون له معنى الجملة. يعني ما بكفي تقولوا listening is my hobby، لا، listening شو؟ تمام؟ المهم انكم تكتبوا جملة كاملة وصحيحة ولها معنى. ممكن تكون أي فعل بتضيفوا له ing، بتنتبهوا لما بتضيفوا له ing كيف من إيميل إي وكيف منحكي نلفظ الفعل بعد إضافة ال ing. is interesting helps me get good grades is not very fun and is hard. تمام، لاحظوا هون حتى أنا حاطط لكم مفرد helps me وكلياتهم هدول is مفرد، معناته أنا بدي انتبه أن السبجكت يكون تبعي مفرد بس بدي اياه بأسلوب verb ing وتكون الجملة إلى معنى. تمام، لهم بيخلص الدرس. موفقين، سلامات.